نروح بقى لفة في الدنيا ونشوف كرة القدم وجنون كرة القدم وانشغال العالم بكرة القدم، رحلة حول العالم في كرة القدم. النهاردة بقى معنا إيه؟ معنا محمد صلاح. كل يوم نتكلم عن محمد صلاح. ليه بنتكلم عن محمد صلاح كتير؟ الناس بتقول انتوا بتتكلموا عنه كتير، هو العالم كله بيتكلم عنه كتير الحقيقة. فاحنا ممكن مشاكلنا النفسية نخليها على جنب شوية، أي كلاكيع جوه كده نركنها. ده أيقونة مصرية، ده ولد ناجح جدا، إنسان اجتهد وكافح وشقي وتعب، واتفرجوا على الحاجات القديمة ليه وشوفوا الولد ده تعب قد إيه لحد ما بقى نجم. محمد صلاح نجم عالمي، فهو حد موجود بكلامنا ومن غير كلامنا العالم كله معترف بيه. فحضراتكم زعلانين ان الناس بتتكلم عنه؟ لا، هو لازم نتكلم عنه، نتكلم عنه عشان الناس اللي بتسمع اخباره تاخد من حكايته قصه وقدوه وتشوف فيه حاجه كويسه، ونتكلم عنه عشان حاجه مصريه لازم نتشرب بيها. النهارده محمد صلاح حلم واتحقق. محمد صلاح ضمن ايه؟ افضل 10 لاعبين في العالم. كنا بنقول ده والله لعيب ممتاز، احنا بقى نفسياتنا بنخليه جنب كريستيانو وجنب ميسي وجنب يدي محمد صلاح منوره، لكن واقعيا محمد صلاح ضمن افضل 10 لاعبين في العالم، وده اللي اعلنه الاتحاد الدولي لكره القدم انه موجود نجم ليفربول العالمي في قائمه المرشحين لجائزه افضل لاعب في العالم. القائمه دي فيها مين بقى؟ فيها محمد صلاح من ليفربول، كريستيانو رونالدو، خلاص كريستيانو يوفنتوس، فيها كيفن دي بروين، وفيها أنطوان جريزمان، وفيها إيدن هازارد، وفيها هاري كين. سامعين الأسماء؟ ليونيل ميسي، الأسماء الكبيرة. محمد ضمن 10 الكبار. طيب ده كان خبر معانا النهاردة. نروح معاكم لحاجة تانية. انتر ميلان وبيدرس ضم مين؟ ضم ميسي. كريستيانو رونالدو راح فين؟ راح يوفنتوس الإيطالي، خلاص تخلى عن تاريخه هنا وهيروح الدوري الإيطالي. طب هما الدوري الإيطالي بقى يسكت كده وبقية الأندية تسكت؟ لا، احنا هنجيب له ميسي واللعبة هتبقى حلوة جدا واللعب يحلو. انتر ميلان بيفكر انه يجيب ميسي، صفقة برضو هتبقى الأغلى من نوعها، الصفقة التاريخية الخاصة برونالدو اللي جابت ثمنها في كام يوم. الصفقة الخاصة بميسي اعتقد انها هتنقل ايطاليا نفسها نقلة تانية، لان الناس هواة كرة القدم وسياحة كرة القدم والاندية والرياضة، السياحة الرياضية في العالم ليها جمهور كبير، فالناس هتروح عشان تتفرج على لعب ميسي وكريستيانو. وكده بقى نتكلم ان الاتنين هيلعبوا بعض طول السنة، فالامور هتبقى افضل. خلينا نشوف الامور هترسى على ايه بخصوص هل فعلا هينضم ميسي لانتر ميلان. اروح معاكم لحاجة تانية. كنا اتكلمنا من كام يوم النجم الفرنسي تيري هنري، وكنا بنتكلم عن نادي استون فيلا الانجليزي، نادي أستون فيلا والمالك ناصف ساويرس رجل الأعمال الملياردير المصري، وكان في عرض أنه يكون المدرب الخاص بهذا النادي. هنري وافق على عرض ساويرس بأنه يدرب هذا النادي أستون فيلا. بعد كده عندنا بقى كريستيانو رونالدو. ايه الخبر؟ سوبر رونالدو بشهادة طبية. دي الفحوصات الطبية اللي اجريت للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي مشي من ريال مدريد وساب لهم الدنيا هناك وانتقل ليوفنتوس الايطالي، وكانت النتائج بتاعتها غريبة جدا. انه طبعا الفحوصات بتاعته قالت ايه؟ قالت انه بيمتلك جسد شاب عنده 20 سنة رغم انه عنده 33 سنة. ده اللي نقلته صحيفة ميرور البريطانية، وقالت انه عمل الثلاث نتائج مثيرة جدا متعلقة بنسبة الدهون في جسمه، كتلة العضلات اللي عنده، والسرعة الكبيرة اللي بيتمتع بيها. وطبعا وصل لرقم كده، سجل سرعة وصلت ل 33.9 كيلو متر في الساعة في بطولة كأس العالم، وكانت الأفضل خلال النهائيات. دي أرقام كريستيانو السوبر كريستيانو رونالدو. أي واحد بيشتغل على نفسه ربنا بيكرمه، دي قاعدة كده. من أخبارنا بقى ولفينا معاكم شفنا الدنيا، نروح معاكم لإيه؟ القانون.